سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد رأى أن نخرج من الإمارات لتعمل فائدة على دول العالم، وها نحن في موسكو وبدعم كبير من سمو الشيخ سيف بن زايد، كان حاضر معنا وداعم كبير لإنجاح أول قمة خارج دولة الإمارات. طبعاً النجاح كبير ونراه من عدد أعداد الحضور، الحوار والنقاشات التي سوف تحدث اليوم والأيام القادمة. فقمة أخضر هي عبارة عن قمة منارة لفكر جديد سوف يسود العالم إن شاء الله، ويمكن شعوب العالم من التعايش السلمي والمحبة والآخاء والإيجابية لخلق منظومة عالمية فيها الجميع كأخوان وأصدقاء يعملون معاً.